نعرف الناس كل الانتخابات المقبلة باش تكون انتخابات شرسة، انتخابات باش يقع استعمال فيها جميع الوسائل للفوز بالاستحقاقات المقبلة، لكن ما كناش نتصوروا أنه يقع إقحام الاقتصاد في اللعبة السياسية بالدرجة هذه، أنه بلادنا ممكن تتعرض إلى الإفلاس وتتعرض إلى حالة من الأزمة الاقتصادية بفعل اللعبة السياسية. وذلك علاش نحب نوجه تحذير أنه لا يجب إقحام الاقتصاد وخاصة التلاعب بالتوازنات الكبرى للدولة في اللعبة السياسية. وقت نشوف الأسبوع المقبل أنه قانون متاع السماح للدولة التونسية بالخروج على أسواق المالية الخارجية مش نجم تجيب 750 مليون دولار كما ما هو كان موجود في قانون مشروع قانون المالية، معناها مش حاجة جديدة، يقع رفض باش يمر هذايا على لجنة المالية ويقع تعطيله. هذايا مؤشر خطير، مؤشر خطير، لأنه لو ما يقعش السماح للدولة للخروج على الأسواق المالية الخارجية يعني أنه توهم توقعات بتدهور باش يكون كبير لسعر صرف الدينار بمقدر 10 إلى 12%، وأيضا الدولة باش تلتجأ إلى السوق المالية الداخلية، وهذا باش يقع باش يقع باش يكون هناك تأثير على السيولة وأيضا على الاستثمار في تونس. هذه النقطة الأولى، وذلك علاش ما يجمش أنه يقع إقحام اللعبة السياسية في أمور تهم التوازنات الكبرى للبلاد والتوازنات الاقتصادية. النقطة الثانية المهمة، قانون الاستثمار الأفقي. قانون الاستثمار الأفقي كان عنا عليه العديد من التحفظات، لكن لما مر وتعدى يجب أن نشتغل على الفاعلية متاعه والنجاعة متاعه. بعد مررنا القانون هذايا هناك العديد من الطعونات فيه، الطعونات هذية ما يش باش تسمح لتونس باش تنتفع بتحسين في ترتيبها في دوينج بيزنس. واللعبة السياسية معروفة علاش، لأنه لو يقع تحسين في ترتيب دوينج بيزنس ويقع الإعلان عليه في شهر سبتمبر ممكن هذا يسجل إلى بعض الأطراف، معناها نفضلوا أنه تونس ما تحسنش في دوينج بيزنس، نفضلوا أنه يكون هناك تدهور في سعر صرف الدينار، تكون هناك نسبة تضخم باش نربحوا الانتخابات، ولكن معناها باش يدفع في الاخر التوانسة هما الثمن. وذاك علاش الرسالة اللي نوجهوها اللي راهو اقتصادنا اولا ولا تلاعب باقتصاد التونسي.